اللي هو لو هو بيقصد الكلام ده، يعني هي دي الرسالة اللي هو المفروض بيوصلها هو للناس بيوصل كلها، الرسالة دي. بيوصل لهم رسالة ان انا كان في زي ما قلت لك مجموعة كانت صعب ان هي تبقى موجودة في منتخب مصر. انت قلت للناس دلوقتي برضو ان المجموعة دي مش هينفع تبقى موجودة في منتخب مصر للأسف. يعني ليه بقى؟ لان انت ما كانش في نوع من الاستقرار في الفرقة، استقرار فني في المراكز اللي كانوا بيلعبوا فيها. يعني في لعيبة كانت بتلعب في مراكز غير مراكزها، ما كانتش بتاخد فرصتها بشكل كامل. فانت لما هتيجي دلوقتي تضم المجموعه اللي هتبقى موجوده مع بيراميدز، المجموعه اللي هتبقى موجوده محترفين اللعيبه المحترفين، يعني ممكن هتدخل اتنين او تلاته بالكتير من الناس اللي انت خدتهم معاك، اللي انت قلت ان انا ظهرتهم. لان فعلا يعني مع احترامي الكامل طبعا لكل اللعيبه اللي كانت موجوده، كلهم كانوا بيحاولوا وعايزين يظهروا باحسن صوره، لكن برضو نفس الوضع لما تيجي تتكلم على التكتيك اللي كان بيتعمل في الملعب مش هتلاقي. او انا دايما بقول ما هو ده اللي انا بتكلم فيه، اللي هو انه النواحي شغل الفنيه، المدرب. النواحي الفنيه يعني انت كابتن اشرف قاسم طبعا نجم كبير واشتغلت مع مدربين كتير جدا وحضرتك مدرب، تمام. الشغل الفني، طريقه اداره كيروش للفريق سواء كاداره تكتيكيه يعني بتعمل خطه او بتشتغل بشكل هجومي زي ما كنت بتكلم مع كابتن، او حتى طريقه ادارته في التشكيل والتغييرات. هو المدرب انا شايف من وجهة نظر كذا حاجة، من يعني وجهة نظر فنيا التكتيك المفروض بيتعمل في الملعب عشان تطلع تقول الراجل ده بيعمل فيه شغل فني بيتعمل جوه الملعب، هو جملة بتتكرر اكتر من مرة فبتقول ان الناس دي شغالة في بتتمرن على الشغل ده، تمام. ده رقم واحد. ده ما حصلش، انت شفت حاجة دي ما انا حصلت؟ بسأل حضرتك. لا انا بسألك انت دلوقتي، انت شفت؟ انا ما شفتش. انت انا ما شفت؟ شفتش برضه. شفت يا كابتن محمد؟ لا بس في الناحية الهجومية، في اي ناحيه، في اي ناحيه، ولا هجوميه ولا دفاعيه. انت المفروض اللي فيه ترابط بين الخطوط الثلاثه مع بعض، تمام. في النواحي الدفاعيه والنواحي الهجوميه. هو ما فيش دلوقتي فرقه في العالم اسمها فرقه في لعيب بيعرف يهاجم وما بيعرفش يدافع. الهجمه من تحت ازاي؟ لا لا اشتغل الاطراف، لا الديفندر بينزل ستيل. انا اقصد حاجه ثانيه، في المنتخبات بالذات، حتى اذا كان في الانديه كلها، ما فيش حاجه عندك لعيب بيعرف يدافع بس وما بيعرفش يهاجم او العكس، تمام. اما لو في المنتخب يبقى ايه؟ المفروض انت بتاخد الهاي ليفل اللي موجود في الدوري، اللعيب المتكامل اللي بيدافع وبيهاجم، اللي هو بيقدر يعمل لك الشغل ده والشغل ده بنفس النسب بتاعته مع اختلاف المراكز طبعا. لكن انت دلوقتي انت شفت الكلام ده بيحصل في الملعب؟ ما بيحصلش. فيبقى في قصور معينه موجوده. هل القصور دي من المدرب بس ولا من اللعيبه ولا الاثنين مرتبطين مع بعض؟ الحاجة التانية طبعا تشكيل الفريق، كان في انتقاد من مش مننا بس، من الاستوديو بتاعنا بس، من كل برامج الرياضية، كل الناس بتتكلم في النقطة دي. حتى كمان المشاهد العادي بنفس كلامنا يعني بالظبط. الحاجة التانية لما تيجي تشوف التغييرات اللي بتحصل، تغييرات في تغيير توقيتها، تغييرات غير منضبطة خالص تماما، يعني في بتبقى انت عارف ان ممكن فلان ده هيتشال وده لازم يتحط مكانه او تعمل التغييره من جوه الملعب، بتلاقي حاجه تانية خالص بتحصل. فهو رسائل بيوصلها لنا، لكن لما تيجي النهارده تشوف المباراه النهارده، اذا انت مش عارف تكسب قطر، وقطر بالشكل ده، قطر من المفروض كانت من احسن الفرق اللي في البطوله، النهارده هي اسوأ من اسوأ المباريات اللي لعبتها في الدوره كلها. في بطء في الحركه، عدم اهتمام بالمباراه، وده اللي على كده ان هم كان مش فارق معاهم. الشوط الاول يعني كانوا كويسين، الشوط الاول منتخب القطر بس مش زي المباراه كلها، كان افضل لا. من مصر كاستحواذ وككوره، وكانوا ما انا بدون خطوره. انا بقى بتضايق جدا من كلمه استحواذ دي، لسبب في حاجه اسمها استحواذ ايجابي واستحواذ سلبي، تمام. انا الاستحواذ السلبي ده اللي هو في نص ملعبي انا مش هستفيد حاجه، ان شاء الله رب يبقى عندك استحواذ ال 80% بس انت مش هتستفيد حاجه، انت ممكن من كوره اتنين تلاته توصل تجيب جون وخلاص. ما الاستحواذ لعب مباشر يعني، والاستحواذ لازم يكون ايجابي. الايجابي ده اللي هو امتى؟ بيبقى فين؟ في نص ملعب الفريق المنافس. ومعظم، فاكر انت الفتره بتاعت برشلونه اللي هي كانت عاليه قوي، كان الاستحواذ بتاعها فين؟ قدام ملعب المنافس، قدام ال 18 بتاع الفرقه، وانيستا قدام ال 18 بتاع الفرقه الفريق المنافس. هو ده الاستحواذ الايجابي، هو بيفضل ينقل عارف، زي الهاند بول، لغايه ما يلاقي ثغره عشان يقدر يجيب جون. ما كانوش حتى كمان موضوع التسديد من بره ال 18 الا في توقيتات يعني اللي هي تبقى لازم تبقى في البوكس. فهو هل ده حصل؟ ما حصلش. طب انت الشغل زي ما انت بتقول من اطول المعسكرات الفتره اللي فاتت، طب ليه ما عملتش كده؟ طب انت كان عندك المباريات كلها كانت قريبه من بعض، ليه ما حاولتش تجرب؟ طب مرن فرقه على جمله واحده بس، جمله واحده بس. يعني انا عندي لو في جمله واحده بتتكرر في الست مباريات اللي اتلعبوا دول، ده انا اقول لا ده الفريق شغال. لان انت هيجي بعد كده عندك مجموعه لعيبه محترفين هيبقوا جاهزين على اي فكر
هيقدروا ان هم ينفذوه معاك، لان هم بيتعاملوا مع الفكر الاوروبي وشغالين فيه بشكل كويس جدا. لكن انت محتاج دلوقتي ان انت تضم مجموعه لاعبين بدون عند، بدون عند، ومش هقول اسامي، بدون عند من الدوري المصري. انت كنت متخيل ان هم من غيرهم هيبقى الفريق كويس؟ لا، انت محتاج خبرات ومحتاج لعيبه تقدر ان هي تنفذ فكر كويس. انت هتقابل فرق في بطوله الامم الافريقيه مختلف عن اللي انت قابلتها في البطوله العربيه، اشرس واقوى واسرع، الافارقه دايما. يعني كمثال انت لو نيجيريا نيجيريا احنا معانا نيجيريا والسودان مش في مستواها الفتره الحاليه ومغيروا المدرب، تمام، ومعانا غينيا بيساو. انا بتكلم في اللي بعد، انا مش عارف غينيا بيساو مستواهم ايه الفتره، انا بتكلم في اللي بعد. لو اللي انت طلعت بعد كده ما انت هتطلع. انت عارف يا كابتن ان احنا 24 منتخب في بطوله امم افريقيا مقسمين الى ست مجموعات. كل مجموعه فيها اربعه، هتاخد الاول والثاني هيصعدوا، ايوه، هيبقى كده 12، وهياخدوا احسن اربع توالت في الست مجموعات، هيبقوا 16، هيبقوا 16 فريق. يعني الصعود للدور سهل. تخيل انت لو دخلت مثلا مع الجزائر، بس الجزائر بالمجموعه الاساسيه بتاعتها، هتعمل ايه؟ الوضع هيبقى عامل ازاي؟ لو يعني ما انت فكر في اللي بعد كده. أيوه. فانت دلوقتي لازم، اللي انا بقوله ده مهم جدا، لازم يبقى فيه توضيح للناس هو ايه اللي غلط اللي حصل، واللي بنحاول نصلحه هيبقى ايه. مش موضوع ان انت يبقى فيه نوع من العند ان انت لا هو ده بس اللي انا فكرت فيه، وان انت ظهرت لعيبه كانت المفروض هتبعد. انا مش مطلوب منك ان انت تعمل لي تبني لي فرقه، اصل انت تبني فرقه دي لو انت في نادي، انت دلوقتي انت مع منتخب بلد، يعني عندك مساحه الاختيار بشكل صح. يعني تختار زي ما انت، بس صح، تختار اللي هو الايه اللاعب اللي بتجيبه عشان ينفذ اسلوبه طريقه معينه.